معايا المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير. دكتور نصار، مساء الخير. يعني اولا، ايه اهمية محور الفردوس يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم، واهلا اهلا بك، بضيوف حضرتك. اتفضل. هو بس انا احب اوضح نقطه يا فندم، ان احنا قبل ما ننفذ هذا المحور تم دراسته بالكامل، وتم اختيار المقابر وعددها اللي هيزال، وابلغنا الناس بالكامل عن طريق المحافظه. والمقابر اللي هتزال يا فندم هي مش مقابر، مش عدد كبير جدا، ده احنا واخدين 6 متر من يسار المحور و8 متر من يمين المحور، يعني ما شلناش المقابر كلها زي ما الكلام اتقال. ويمكن هل ابلغتم الناس يا فندم بفتره سابقه؟ لان معظم الناس اللي كتبت على الفيسبوك، سواء الرفعي، سواء عيله احسان عبد القدوس، شريفه سواء عيلات التبعي، بنت محمد التبعي، عفوا التبعي، قالوا ان ما حدش بلغنا. الغفير جاء لنا، البولدوزر جاي. لا يا فندم، اتبلغوا بالكامل وبعتنا لهم، وانا الكلام ده عن طريق المحافظه واداره الجبانات بالمحافظه، وبلغوا الناس. وقبل ما نشيل قلنا يا فندم لو في غرفه من غرف الدفن هتزال يتم رفع الرفات. تقريبا اللي احنا شلناه كله يا فندم عباره عن غرف واحواش لا يوجد فيها مقابر، عدد قليل جدا اللي هو اتشال الرفات بتاعته. دي حاجه النقطه الثانيه يا فندم. نسمع بعض بس يا فندم، نسمع بعض. دكتوره مقبره واحده تستحق ان احنا نبلغ اصحابها، ولازم اختار كتابي، مفيش حاجه اسمها المحافظه. طب نسمع بس، معلش يا دكتوره، نسمع المهندس محمود، اتفضل يا فندم. احنا بلغنا الناس بالكامل يا فندم، وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله، وبتواصل مع الدكتور المهندس رئيس المكتب الاستشاري اللي اشتغل في هذا المكان، واخد بال حضرتك، وتواصلوا معاه كلهم، لدرجه ان احنا في بعض الاوقات نزلنا الساعه 10 بالليل لمواطن جاي عايز يعرف مقبرته هتزال ولا لا، الساعه 10 بالليل يا فندم، نزل مع لجنه. هل كلمتوا الناس قلت لهم هتعوضوهم مثلا بمقابر في مكان اخر، اديتهم فرصه ان هم ينقلوا رفات اهاليهم؟ طبعا يا فندم، ده اداره الجبانات تواصلت معاهم، وفي مقابر مجهزه لكل من يزال مقبرته. معظم المقابر اللي موجوده غرف الدفن بتاعتهم او اللي موجوده ما اتشالتش، لكن المكان بتاع اللي احنا بنشيله حضرتك وباين في الصوره هي غرف خارجيه كانت بتستخدم في، يعني مش عايز اقول في حاجات مش كويسه، لكن احنا برضو احقاقا للحق احنا تواصلنا مع الناس، والناس مسؤوله، وهذا المحور تم دراسته من فتره طويله جدا يا فندم، وفضلنا نعدل فيه ولحد ما وصلنا للحدود دي، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنيه.